أكثر من 97% حجم الإنجاز في الأعمال الهندسية والتشطيبات بالمتحف المصري الكبير، وذلك بعد انتهاء الهيكل الخرساني والمعدني بنسبة بلغت 100%. أعمال الإنشاءات سواء الخرسانة أو الحديد ده كلها نعتبر أنها خلصت بالكامل. إحنا حاليا شغالين في أعمال التشطيبات، نقدر نقول إن إحنا وصلنا لحوالي نسبة 97% منها. فاضل بعض أعمال البسيطة سواء في الرخام أو في الواجهات أو في الزراعات، ويمكن لو هنتكلم على الآثار فإحنا كل تقريبا معظم الآثار التقيلة عندي تمام، بقت في مكانها خلاص. بقيت أعمال العرض المتحفي تعتبر تقريبا خلصت، وإحنا يعني جاهزين لاستقبال الآثار. ويستعد المتحف بخطط مستقبلية لاستقبال 5 ملايين سائح سنويا ببرنامج زيارة لا يقتصر فقط على الاستمتاع بالقطع الأثرية الفريدة، بل استعدت ببرامج ترفيهية متعددة. أعتبر صرح ثقافي حضاري تعليمي ترفيهي، يعني أنا كأسرة هلاقي كل التوقعات اللي أنا هبقى مستنيها، إن كان أطفال إن كان كبار إن كان شباب إن كان أب وأم وجد وجدة. فبالتالي هيبقى في جزء عندنا المبنى الأساسي للمتحف اللي هو القاعات الأساسية، والجزء الثاني الأساسي برضو من المبنى الأساسي بتاع المتحف هيكون جزء تجاري أو منطقة تجارية، هيكون فيها محال تجارية، فيها بازارات، فيها أماكن ناخد فيها القطع التذكارية للمتحف، كمان في مقاعة للسينما 3D وفي قاعات مؤتمرات. وتقول وزارة الآثار إنها ستعلن قريبا عن التحالف الفائز بتشغيل المتحف المصري الكبير الذي من المقرر أن يفتتح في النصف الثاني من العام الجاري. رغم جائحة كورونا تمضي الأعمال في المتحف المصري الكبير، وما يبدو واضحا الإصرار على استكمال المشروع ليفتتح هذا العام وفقا للتوقيتات المحددة، ليضاف إلى رصيد الإنجازات الثقافية المصرية التي تقدمها مصر للعالم. من المتحف المصري الكبير، محمود العزالي، التلفزيون المصري.